من أخف الأغنيات اللي اتقدمت في السينما المصرية أغنية قدمها المطرب والفنان عزيز عثمان في فيلم اسمه لعبة الست. كان بيشترك معاه في البطولة الفنان الكبير نجيب الريحاني والفنانة تحية كاريوكا. نشوف جزء من الأغنية. الفقرة اللي جاية جزء من فيلم هكذا الأيام. هكذا الأيام له ذكرى حلوة في حياتي. اتأهلت لبطولته بعد ما عملت دور في السينما مدته لا تزيد على الشاشة أكتر من 10 دقايق. الفيلم ده كان اسمه ومضى قطار العمر، كان بطولة الأستاذ فريد شوقي وإنتاجه وإخراج الأستاذ عاطف سالم. ورشحني لبطولته لبطولة هكذا الأيام الأستاذ عاطف سالم والأستاذ فريد شوقي، ودوت كان من أنجح أدواري في السينما. نشوف جزء من هكذا الأيام.